والله مشكلة قناة أزهري إن حصل خلاف ما بين هيئة الاستثمار ومجلس الإدارة اللي موجود، فمجلس الإدارة جه قال لنا يا جماعة أنتوا محدش له حاجة عندنا، وتفضلوا انطوا نص شهر، خدوا نص شهر ما لكمش حاجة عندنا واقعدوا في بيوتكم. طب إزاي يا جماعة نقعد في بيوتنا؟ يعني مفيش مصدر دخل تاني، مفيش، طب ادونا مستحقاتنا. والله يخلوا الإدارة اللي جاية هي اللي تديكم بقى حكم، ما لكمش حاجة عندنا، كله يقعد في بيته. مالكوش عقود ولا ليكوا اي حاجه؟ لا 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 لا، ما حدش له عقود، واللي لهم عقود ماضيين عقود ب 200 و 300 جنيه عشان التهرب من الضريبي وعشان التهرب من التامينات، لكن ما فيش اي حد له عقود ولا حد شغال باي حاجه. قدرتوا تتواصلوا مع مين لحل المشكله؟ تواصلنا مع مجلس الاداره والمدير المالي والاداري، وقعد معانا وقال لنا مالكمش اي حاجه عندنا. خارج مجلس الاداره مين؟ خارج مجلس الاداره قدمنا شكوى في مكتب العمل وعملنا محضر اثبات حاله، وبنجري في الاتجاهات القانونيه في حاله عدم تنفيذ مطالبكم. في اعتصام داخل النقابة ولا فين؟ داخل النقابة وفي كل حتة، مش هنسيب حقنا. تعالى